مرحبا، أنا فواز. سنتعرف الآن على عنوان مسكني. تعالوا معي. اسم المدينة مدينة الرياض. اسم الحي حي السعادة. اسم الشارع شارع ابن خلدون. ومسكني بين هذه المساكن، رقمه 5، ولكل بيت رقم خاص. هذا منزل رقم 3، منزل جارنا سعيد. وهذا منزل جارنا أبو عمر، رقمه 4. هذا هو مسكني، رقمه 5. هذا هو المكان الذي أسكن فيه مع أسرتي، أحبه وأشعر فيه بالراحة. نستطيع أن نسميه بأسماء أخرى: بيت، منزل، دار. وأنت أيضاً لك بيت تحبه. قد تختلف عناوين مساكننا، ولكننا نتشابه أننا جميعاً نسكن في وطن واحد، وهو المملكة العربية السعودية.